مسألة الانسحاب ربما تقليص القوات الأمريكية ومحدودية تواجدها، ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتنازل عن قاعدتين أساسيتين، وهي قاعدة الأسد في منطقة البغدادي والقاعدة الأخرى في شمال العراق في قرب محافظة أربيل، لأن التواجد الأمريكي تواجد استراتيجي لا يعتمد على وجود بايدن أو وجود ترامب أو أوباما، هذه ضمن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية للتواجد سواء كان في منطقة جنوب شرق آسيا أو في منطقة الخليج أو في منطقة العراق. الآن أصبح يحتل موقع استراتيجي أساسي بالنسبة لهم، ولذلك ستستمر هذه القواعد، ولكن لا أعتقد أنها ستكون فاعلة بالشكل الكبير للتدخل في الشؤون الداخلية في العراق، ولكن ربما تتخذ أي إجراء إذا استدعت الضرورة أن تتخذ إجراء في حالة مواجهة، سواء كان مثل ما واجهت في العديد من المرات سفارتها بصواريخ الكاتيوشا أو هي نفسها القواعد إذا تعرضت إلى هجوم من قبل الميليشيات، بالتأكيد سيكون هناك رد.